أحبتي الكرام، لعلاج لدغ الحشرات بالطرق الطبيعية عليكم عمل الآتي: أولاً، تخفيف تأثير اللدغة خارج المنزل، فإن لدغ الحشرات مثل النحل والحشرات الطائرة يمكن تخفيفه خارج المنزل ببعض المواد المتاحة، مثل وضع كمية من الطين على مكان اللدغة، أو وضع كمية من تبغ سيجارة مرطب بالماء على اللدغة، كما يمكن وضع كمية من البول على اللدغة. ثانيا، تخفيف تأثير اللدغة في داخل المنزل: ادعك المكان بكمية من الخل أو وضع شريحة من البصل النيء أو الثوم النيء، ثم يتم تثبيتها بزمادة لمدة ساعتين، أو يمكن وضع كمية من صودا الخبز على المكان مخففة بالماء على هيئة عجينة. ثالثا، قاوم الألم والتورم بالزيوت المناسبة، فإن دهان مكان اللدغة بأحد الزيوت التالية يخفف من الألم ويقاوم التورم: زيت الخروع، زيت القرفة، زيت جنين القمح. وفي حالة حدوث تورم، توضع قطعة من الثلج على مكان الإصابة لبضع دقائق. رابعا، اطرد الناموس والبعوض بزيت الأطفال. يمكنك الوقاية من لدغ الناموس والبعوض بطرده عن جسمك بدهان طبقة خفيفة من زيت الأطفال. خامسا، قاوم تأثير اللدغة بعجينة الفحم، فعادة ما يخرج في مكان اللدغة مادة سامة تؤدي إلى حدوث تورم واحمرار في الجلد. يفيد وضع عجينة من الفحم على مكان اللدغة في امتصاص هذه المادة السامة، وبالتالي تنخفض فرصة حدوث التورم والاحمرار. جهز عجينة من الفحم ثم ضعها على مكان اللدغة. يمكن عمل ذلك بتفريغ محتوى كبسولة من الفحم والخاصة بمقاومة الانتفاخ، وخلط الفحم بكمية مناسبة لعمل عجينة. سادسا، تخلص من النمل بشجر الغار والقرنفل. يوجد نباتات كثيرة يمكنها طرد النمل عن منزلك ووقايتك من لدغه. ضع كمية من أوراق شجر الغار المجفف بالقرب من أحواض المطبخ، ثم ضع كمية من حبوب البن عند النوافذ والأبواب، أو ضع كمية من أوراق النعناع المجففة عند مداخل المنزل، ثم ضع بضع نقاط من عصير الليمون الطازج باستخدام القطارة داخل الشروخ أو الشقوق التي يمر النمل بها، ثم ضع كمية من القرنفل بالأركان.